ورح نسلط الضوء فيها على موضوع جدا مهم بخص الاشخاص يلي ما بيقدروا يعملوا كنترول على اعصابهم وردات فعلهم. كثير بنختلف نحن بطباعنا كاشخاص عن غيرنا وبصفاتنا، واكيد التربيه لها دور كثير مهم باسلوبنا وبردات فعلنا. في شخص بيقولوا له سريع الغضب ونيراني ممكن يكون، او ردات فعله ما أنا محسوبه ما بيقدر يتحكم بردات فعله، وفي شخص كمان عنده قوة صبر وإرادة وعامل كنترول على أعصابه، وبالتالي أكيد ممكن هو اللي يكون بيربح بكل المواقف لأنه بيضبط أعصابه. الكلمة لما بتطلع أبداً ما فينا نرجعها، لهيك بدون ما نعيش بحالة الندم خلينا نضبط أعصابنا ونتعلم كيف يكون عنا اتزان عاطفي ونعزز هذا الشيء فينا لحتى تكون خسائرنا أقل. اليوم رح نتعرف مع الدكتورة النفسية واختصاصية نفسية هبة موسى عن كثير من التفاصيل بخصوص هذا الموضوع. يسعد صباحك واهلا وسهلا. صباحك صباح مشاهدينا الاعزاء. فعلا مثل ما قلتي الاتزان العاطفي هو خليني اقول مفتاح الحياه رغم الضغوطات. ايام بيزبط معنا ايام ما بيزبط. نحن انسان وردات افعالنا الشخص الواحد الموقف اذا رجع يتكرر معه مثلا اليوم او امبارح او يعني عده اشكال ممكن ما تكون ردات فعله هي نفسها، ممكن ما تكون طولة باله هي نفسها، ممكن يكون شوي عصبي. يعني بيقولوا له بتجيني حالات انا بتجيني مثلا لما بيجي انا معصب بس ثاني يوم رجع تكرر طولت بالي، صار عندي خبره اني اقدر طول بالي. وغير هيك وهيك ممكن ضغوطات الحياه الانثى ردات افعالها غير ردات افعال الذكر، عندك المراهقين غير ردات افعال الكبار، وحتى الاخوات في اخوات بالعيله الوحده ممكن موقع الأخت الكبيرة مثلاً غير موقع الوسطى غير موقع الصغيرة كمان بيلعب دور، لأنه مثل ما قلتي أسلوب التربية له دور بهذا الموضوع. التوازن العاطفي هو من السمات الخمسة لأنماط الشخصية من الأساسيات، لأنه مثل ما قلتي الكنترول الأساس. أيام بيزبط أيام لا، ما تخلينا نكون بتحدي أنه لا لازم يزبط وليش ما زبط او نأنب نفسنا انه ما زبط. خلينا نكون بالطبيعه الانسانيه بالحد الادنى اللي يعطينا توازن اجتماعي، ومن التوازن الاجتماعي ننتقل على العاطفي لانه مرتبط بالذكاء العاطفي. طيب يسعد صباحك عن جديد. يسعد صباحي. خلينا نبلش شوي هيك نحكي اليوم التوازن العاطفي هو شيء كثير مهم بحياتنا لحتى نقدر مثل ما بيقولوا نعيش ضمن هذا المجتمع المتناقض. اصلا ايمت بنقول عن شخص انه هو ما انه متوازن عاطفيا او ردود فعله خرجت عن الحد المقبول للمحيط اللي حواليه؟ هلا التوازن العاطفي مرتبط ارتباط نتائج الذكاء العاطفي. خليني اقول امتى بنقول انه هو غير متوازن عاطفيا؟ بيكون في عنده ضغوطات، بيكون في عنده ظواهر الى حد ما، عنده قلق، عنده غضب، سرعه غضب بهذا الموضوع. غير هيك وهيك عنده عدم راحه اجتماعيه، يعني هو ماله بالمجتمع اللي مرتاح فيه، يعني هو ماله بالمجتمع اللي له بصمه. لأن التوازن العاطفي فيك تقولي هو ناتج عن ضغوطات بيطلع بردات الأفعال وبيطلع عنا، ومنلاقي المشاعر السلبية موجودة. يعني أنت على مستوى مثلا ممكن تشوفي شخص مشاعره السلبية دائما موجودة، ففيك تقولي أنه ذكائه العاطفي قليل وبد التبعية ما عنده توازن عاطفي. وغير هيك وهيك التوازن العاطفي ممكن مع الأيام ممكن يصير عنا خبرة فيه، وممكن مع الأيام تصير الواحد يوصل لمرحلة إنه أنا ما كم مرة فقنا من اليوم أو من نهار الصبح إنه أنا ما لي حيل أحكي كلمة، ما لي حيل أعطي ولا ردة فعل. فهي خلينا نعمل مثل ريستارت. كيف نعمل ريستارت للأجهزة؟ هي الريستارت لحتى تخبرنا ترجعنا للتوازن العاطفي. نحن حاملين ضغوطات من كل الأسبوع من كل العطلة، ضغوطات اجتماعية اقتصادية زحمة سير، هدول القصص بتطلع لنا بعدم التوازن العاطفي. وبتطلع لنا غير هيك وهيك أحيانا ممكن حديث، ممكن كلمات معينة، تسمعي كلمات معينة بمجتمع معين كلمات سلبية
فبتنتقل لعندك بتعطي انعكاس مشاعر سلبيه بتوصل الى نتيجه عدم الاتزان العاطفي. طيب اليوم نحن من خلال ظروف بالحياة وأكيد في كتير مواقف ممكن تصير معنا وممكن أشخاص كتير يكونوا موجودين بحياتنا يستفزونا لحتى نحن نعصب أو حتى نكسر هاي العلاقة ونخسرها. طيب اليوم بظل هاي الظروف يعني الواحد الحكي سهل، بنحكي إنه نضبط أعصابنا، خلينا نتحكم، خلينا رايقين، ممكن يكون الحكي شوي سهل، ولكن التصرف على أرض الواقع إنه أنا صار معي موقف وصار عندي ردة فعل سلبية أو عصبت فوراً منه، فوراً بينحكم عليه إنه أنا شخص انفعالي وسريع الغضب، ولا كيف ممكن يتصرف هو الشخص لحتى خلص تطلق عليه هاي الصفة وتروح؟ هلأ هاي فوراً وبينحكم عليه تماماً مثل ما قلت، يعني الحياة ما فيك تقولي فوراً، ما ممكن هو مثلاً بلحظة ما يكون مانو متحمل ويجي يفجر غضبه بموقف؟ بيفجر غضبه لانه في تراكمات، لانه ما عمل تنفيس انفعالي خارجي. وغير هيك وهيك مثل ما قلتي في ناس قابله لانه انا تستفزني، انا توصلني لمرحله الانفجار. بدنا ننتبه على شغله، هدول الناس بالمحيط بدنا نميز بين المحيط الاجتماعي يعني الاصدقاء، المحيط القريب، المحيط العملي الشغل، بدنا نميز المحيط الداخلي الشخصي بين مثلا خطيبين. احيانا خطيبين ممكن يكونوا باسم المزح بيقول لها عم بمزح معك ليش عصبتي؟ تمام، فهي عم بمزح معك، انت محافظه على هي العلاقه الشخصيه، فبدك تاخذي شوي الاحتمال انك تطولي بالك. مثل ما قلتي الحكي سهل والتطبيق صعب، بس انت لما بتقتنعي انه توازنك العاطفي لو بالحد الادنى هو خليني اقول بيريحك اولا وبيريح المحيط وبيخليكي منتجه، فبصير عندك تحدي شوي شوي انك تغيري، شوي شوي انك تشتري راحتك. يعني الكلمه المصطلح اليومي اللي بنقوله انه انا شاري راسي او شاري راحتي، فهي شاري راسي شاري راحتي هي مفتاح من مفاتيح التوازن العاطفي. طيب ايمت فينا نقول نحن بنقدر نواجه المشاكل اللي بتصير معنا ونحقق هذا التوازن، ما نهرب يعني كمان ما نضلنا عم نهرب من كل القصص لنوصل لدرجة ما قدرانين نحل أي مشكلة أو نواجه أي مشكلة بنمر فيها؟ وإيمت بنقول لا في بمطرح معين التجاهل هون ممتاز، أنا أتجاهل هذا أني رد فعل قاسي أو أني رد فعل ممكن يزعجني أكثر من ما يزعج اللي قدامي؟ تمام، هلا ردة الفعل انت عم تقولي القاسية، هلا ممكن تكون ردة فعلك بعدم الجواب، هي ردة فعل هي بتعالج هذا الموضوع، مو ضروري تكون ردة فعلك انك انه انفجارية او شيء بهذا الموضوع. غير هيك وهيك انت قلتي لي انه ايمت فينا نحط الموضوع مفصلي يكون عندنا ردة فعل، لما يكون موضوع مفصلي، لما يكون مثلا موضوع ممكن يخسرني شغلي، ممكن يخسرني علاقة شخصية أنا فيها، أو ممكن يخسرني علاقة، خليني أقول راحتي النفسية أولا، مثل ما قلت راحتي النفسية شغلي، علاقة شخصية شارية. يعني على مستوى مثلا شاب وصبية عم يتعرفوا مع بعض، شاب وصبية طباع مختلفة، الطباع المختلفة بدك تتوقعي ردات أفعال مختلفة، بدك تتوقعي بس الشاب والصبية خلينا نقول شعلت شرارة الحب بيناتهم، بتلاقي الصبية هي أحرص على هذا الموضوع إنه شوي تكون مثل احتواء، حالة من حالات الاحتواء. أحياناً بينفجر، بس لما بتحتوي الشخص اللي قدامك أنت كأنك تحكمتي إلى حد ما فيه، لما عملتي ردة الفعل ممكن عدم الكلام أو الكلام أو احتويتيه بأي شكل من الأشكال أنت سقتي لعندك. وغير هيك وهيك بدنا ننتبه لشغلة إنه أنا انفجرت وأنا حكيت كلام وانا اثرت، ممكن اكون ضاغطه ومعصبه ولازم احكي ولازم اعبر وكثير ومع صوت عالي، بنوقف للحظه انا شو عملت، بتصير في حاله ندم. لو منفكر انه ايه منعصب، بس منمرن حالنا شوي صغيره انه تكون الكلمه 7 ثواني، الدماغ لما بتطلع الكلمه بدها 7 ثواني لتفتل لتطلع على اللسان، هي 7 ثواني هي بتخلينا نتحكم الى حد ما بردات افعالنا. شو هي 7 ثواني؟ هي شهيق زفير فقط لا غير، يعني خدي نفس. ايوه هي دي، خدي نفس. ايه، فلما بنتحكم بهاي ال7 ثواني اشترينا راحتنا، ما بتطلع، صعبه ومو دائما، واسلوب الحياه السريع مو دائما بتطلع. يعني انا ما بدي اكون هذا انا نفسي اللي عم اقول عليها وبدرب ناس عليها وبيجيني مرضى عليها،
ايام بالضغوطات شوي معي بتفلت، بس لما بتفلت باخذ زاويه لارجع اقلع من اول وجديد. نحن انسان، نحن ما لنا آلات. يعني لما بنكون آلات بنكون اوردر، بندخل الاوردر انه بيطلع، لا انسان، بس بالميران شوي بالطابع الموجود. هلا بينما تفوتي انت على الشغل مثلا يكون عندك زميل بالعمل عصبي يبعده عنه، بينما تفوتي على الشغل وانت مبسوطه، فهي شايفه هذا الموضوع يعني بيأثر على صيته، بيأثر عليك، بيأثر على الشغل. طيب اليوم كثير مثلا نشوف اشخاص متعلقين بشخص ما، ان كانوا هنن بعلاقه او خاطبين او متزوجين، علاقه عاطفيه، بيربطوا حياتهم وحالتهم النفسيه كلها ان كانت ايجابيه ولا سلبيه بوجود هذا الشخص، وردات فعله كمان المحيطين فيه ممكن انهم تطلع الدقه براسهم مثل ما بيقولوا، وهذا الشخص خلص ما دخله بشيء، هو زعجني فانا بروح بتفشش بالمحيط الموجود فيني، هو زعجني، انا حياتي المهنيه التغيت، ما بقى قدراني اركز باي شيء ثاني غير بهذا الشخص. هون كيف نحن ممكن نخلق اتزان عاطفي ونفكر انه نفصل بين هون وهون وهون؟ كثير بتصير هذا الموضوع. ممكن كيف نخلق اتزان عاطفي؟ بيخلق من ذاتنا، لانه بيكون تدني مستوى الذات لما بكون انه انا منتظره التحفيز الخارجي ما له تحفيزي داخلي لهذا الموضوع. غير هيك وهيك احيانا بيكون مثلا شاب وصبيه عم يتعرفوا، والتعلق بيكون فراغ، بيكون شكل من اشكال الفراغ، انه هي ما عندها شيء بالحياه غير انها تعرفت او خطبت، فلازم تكون من الى. بس على فكره هي من قمه الاغلاط بهذا الموضوع، لانه رده فعل الشخص، انا لما بكون متعلق او مثلا خليني اقول لك علاقه عاطفيه، خطبه، زواج، اي حدا، حتى زواج وزواج قديم اذا بدك بالسنوات، طبعا الرجال الصياد يعني بياخذ لقدام يعني بيصيد، بس انت لما بدك تسيطري عليه وتكبتي بهذا الموضوع انت كانك عم تنفري، كانك انت عم تهدمي العلاقه. انا عم اقول لك عن موضوع العاطفي. نفس الشيء انت بدك تسيطري، مو دائما تقدري تسيطري، مو دائما تقولي انا وقفت حياتي بناء عليه او اتفشر. بتصير بتصير، بس بتصير ممكن للمراهقين، ممكن بتصير للي باول عمرهم، للي ما عندهم شغل شغلتهم هذا الشخص. خلينا نقول انه نجنب حالنا، وغير هيك وهيك لما منجنب حالنا احنا بنشتري انه بنشتري علاقه مريحه، بنشتري شد وجذب، لانه اي علاقه هي مثل المطاطه. شايفه كيف لما منشد نحن بنقول لا حياتي متعلقه فيه، كانك انت عم تقولي له للشخص اتركني، انه انا شو ما عندي حدا غيرك. فلا، خلينا حاله التوازن العاطفي هي الحفاظ على المسافه المطاطه هي المريحه لنا وللاخر. اكيد. طيب خلينا ناخذ نقطه مهمه كمان. اليوم الحياه الاسره، اذا فينا نقول مو بس الاب والام، في الاطفال، التوازن العاطفي للاب والام بياثر على 100%. مستقبل الاطفال 100%. كثير اوقات بنشوف اي مشكله بيردوها للطفوله، صار معه هيك لانه عانى من هيك. قد ايه صعب ومهم يكون في اتزان عاطفي بالعلاقه بين الاب والام قدام الاطفال، لحتى ما يطلع عندهم كثير من الاضطرابات السلوكيه اللي بنشوفها حاليا بالمجتمع. كثير كثير اضطرابات سلوكيه ما بتتخيليها، وللاسف كل ما عم تتعقد هلا بالوقت الحالي، كل ما عم تصير معقده مع تعقيد الحياه بحد ذاتها تماما بهذا الموضوع. كيف فينا نكون هي الخمس سنوات الاولى، انا لما بكون ام واب عندي اطفال، الخمس سنوات الاولى مثل اساس البنايه. كيف اساس البنايه؟ اذا ما كان اساس البنايه صح فبتصير تظهر المشاكل لاحقا. كيف فينا نحن لما بنعرف انه مسؤوليه ام واب، لما بنعرف انه نحن قدوه لهدول الاطفال، قدوه بالتعاطي. يعني في ايام بيقولوا لك شيء مثل موقف فكاهي، لما بيكون الاب مثلا بيجي تليفون بيقول لابنه قول اني مالي موجود، فالولد شو بيقول؟ بابا بيقول لك مالي موجود. شايفه هي مبدا بيتاخد على الاتزان العاطفي. لما بده يحكي قول انا شفته لبابا معصب فلازم انا اعصب، ببلش يعلمه الكذب وصفات كثير من دون ما يحس. انا شفته مثلا في شد ورخي بينه وبين ماما، عادي اذا عيطت على ماما بتصير كسر حواجز. بس نحن عندنا مسؤوليه جيل ناشئ. لما بنعرف انه عندنا مسؤوليه جيل ناشئ، انا معصبه، انا وزوجي معصبين او باي مكان يكون، ما في داعي اني اعصب قدام الاطفال. بعصب بالغرفه،
بتعصب بعيدا عن العالم، كيف نحن بنسعى لمظهر خارجي مميز لإلنا؟ خلينا نسعى لمظهر خارجي مميز للأطفال لأنه نخاف على مستقبله. دائما يمكن هاي العصبية من قبل الأهل هي كمان تعلم الأطفال العصبية بنفس الوقت، يعني يوعوا بجو كله مشحون بالتوتر والعصبية وممكن التعنيف اللفظي يؤدي، لأنه الواحد لما بيعصب ما بيعرف حاله شو بيحكي، فبالتالي الأولاد بيربوا على هذا الشيء وبصيروا هيك. خلينا هيك نروح لمنحة إيجابي شوي ونحكي عن السلوكيات الحلوة بالبيت مثلا، أو نحن كأشخاص كبار كيف ممكن إذا عنا نحن اتزان عاطفي يأثر على حياتنا وردود أفعالنا بشكل حلو، يعني شو هي النتائج الحلوة يلي نحن رح نحصل عليها؟ هلأ الاتزان العاطفي إلى حد ما فيك تقولي حالة توازن حياة، شو من الحياة أو ردود الأفعال اللي ممكن نحكيها؟ حالة الأمن، الأمن، السلام، مع حالة يكون إنه يا أنا يا أنت، يا أنا الغالب أو أنا المغلوب. فلما بنعطي هذا الموضوع الإيجابية، بنعطي إنه نحن خارجين ناخد الاحتمال الإيجابي لحديثك أو لحديث الآخر أو للهي، قبل ما ناخد الاحتمال السلبي نعبر عن عواطفنا. نحن ثلاثة أرباع مشاكلنا إنه الاتزان العاطفي، إنه ما بنعرف نعبر عن عواطفنا، إنه مثلاً أنا إذا كنت مثلاً حزين ما لازم أكون حزين بيقولوا عني نكد تماماً. لا، إذا بدي أبكي بدي أبكي، أنا فرحان أفرح. طب هاي المشاعر نحن وين بدنا نعيشها؟ عصبنا، حزننا، نحن كيف بدنا نفرغ هاي الشحنة؟ نعبر عنه، نضل على طول رايقين ومبتسمين؟ لا، هلا مو موضوع رايقين ومبتسمين، أنا بدي أبكي ما عندي مشكلة. نحن للأسف المصطلحات الاجتماعية عندنا مثلاً رجال لا تبكي بصير إنه مظهرك، لا ليه لازم يبكي؟ انا مبسوطه ليش ما اضحك؟ انا اتصوري في عندي حالات مثلا تعارف بين شاب وصبيه او عاطفيه، احنا اخذين المبدا انه لا تعبري له عن حبك، لا انا ما عندي مشكله، انا بقول له عبري له عن حبك، اذا هو قدر حبك فهو كثير مميز وهو كثير محظوظ. خليني اقول اذا هو ما قدر، انت احترمتي مشاعرك، عبرتي. فهيك شوي نخفف الاحمال من على اكتافنا، لانه احمال الدنيا واحمال الحياه هي احمال بكفي اللي فينا مكفينا مثل ما بيقولوا. يعني دردشه حلوه وبسيطه معك، ان شاء الله الكل يكون استفاد منها. شكرا لك هبه. شكرا لك، تسلمي. شكرا لك هبه، اهلا وسهلا فيك.